سوف نكون معكم مع 90 دقيقة مع مباراة مرتقبة، مباراة مهمة، مباراة مصيرية. سوف نكون معكم وعبر قناة ليبيا الرياضية مع لقاء التعاون والتحدي والمدرج في ملعب المرحوم بشير جودة بمدينة المرج. نتمنى مشاهدة طيبة لكل المشاهدين الكرام اللي تابعوا فينا عبر قناة ليبيا الرياضية. بالتأكيد ممتعة. هنا تنطلق صافرة البداية، صافرة الحكم محمد الزروق. الكرة الآن لمصلحة فريق التعاون، ونشاهد أيضا المتعة والفرجة الطيبة. هنا لعب الكرة عرضية، محاولة وإبعاد الكرة إلى ركنية. لعب الركنية بشكل جيد، من يقابله؟ هدف ولا أروع. إذا هدف مبكر من اللاعب أحمد مكاري. أحمد مكاري يحرز الهدف الأول لمصلحة فريق التحدي. التحدي يتقدم في هذه اللحظات. هنا خطيرة خطيرة خطيرة، مكاري يسدد الكرة ولكن خفيفة في دين فتحي الطلحي. كاد أحمد مكاري أن يحرز الهدف الثاني. كان يلعب كرة عرضية، أحمد جمال كان ينتظر هذه الكرة تصل من جديد. أحمد جمال يتابع، أحمد جمال يحاول ولكن ماذا يقبار؟ يا سلام، أحمد العبار يتقدم، يتقدم العبار، يتقدم العبار، يحاول ويسجل، يتنفس السعداء. إذا فريق التحدي يتقدم بهدفين، ممتاز جدا. أحمد العبار حقيقة يقدم في مستوى طيب، ممتاز. أحمد العبار لاعب فريق التحدي يوقع الهدف الثاني. إذا فريق التحدي في هذه الآونة أعزائي المشاهدين يتقدم بالهدف الثاني. ضاها يلعب كرة ساقطة جميلة، فرصة فرصة لفريق التعاون ولكن ماذا يقول الحكم؟ إذا قرار الحكم أن الكرة خرجت خارج الملعب. إذا ركلة مرمى. جمال، أحمد جمال يلعب الكرة ولكن تصطدم بالعوامي. ما زالت الخطورة قائمة لفريق التعاون. هنا فريق التعاون، هنا هجوم لمصلحة فريق التعاون، محاولة دخول من فريق التعاون والكرة تصطدم بالقائم. وماذا يقول الدولي محمد زروق؟ إذا يشير إلى ركنية. الشامخ يلعب كرة ولكن لمن؟ تصل من جديد إلى محمد عبد السلام، ركلة جزاء. إذا الحكم محمد زروق يعلن عن ركلة جزاء لمصلحة فريق التعاون إثر عرقلة اللاعب محمد عبد السلام. إذا ركلة جزاء في هذه اللحظات تحديدا في الدقيقة 28. إذا محمد زروق يمنح ركلة جزاء لمصلحة فريق التعاون. هل سينجح أحمد عياد في صد هذه الركلة؟ أو يكون للاعب عامر شحات كلام آخر ربما؟ نشاهد ونترقب أعزائي المشاهدين ركلة الجزاء. ويسجل الهدف لاعب فريق التعاون عبد العلي يوسف أعتقد. إذا فريق التعاون يقلص الفارق، ينجح في تسجيل هدف عن طريق ركلة الجزاء. إذا النتيجة 2-1، هدفين مقابل هدف. عائلة خميس بالكامل حقيقة قدمت مستويات طيبة. هنا كرة لمصلحة فريق التعاون عن طريق أحمد جمال يلعب كرة عرضية. قلت براوي يتقدم يلعب كرة عرضية خطيرة لوجلي، محاولة جديدة، تسديد الكرة ولكن الطلحي يبعد الكرة. الكرة لعمار بوخريس لاعب فريق التحدي يلعب كرة. أحمد العبار يتقدم، يتقدم أحمد العبار، يتقدم يدخل منطقة الجزاء. أحمد العبار يلعب الكرة خطيرة ولكن الحارس فتحي الطلحي. هنا لعب الكرة والحكم لا يرى شيء في هذه الكرة من أحمد مكاري. يا سلام، تسديد الكرة بشكل جيد. يتقدم أحمد مكاري يلعب الكرة ولكن ما زالت الكرة عند أحمد مكاري يبحث عن لاعب يلعب الكرة لمانديلا. وفي هذه الآونة أعزائي المشاهدين ينهي حكم اللقاء وحكم الساحة محمد الزروق انتهاء الزمن ودقائق الشوط الأول. ليبيا الرياضية للشوط الثاني من مباراة فريق التحدي وفريق التعاون. وكما شاهدنا الشوط الأول كرة ثابتة لفريق التحدي، هل سنشاهد الهدف الثالث أما يكون للتعاون حديث آخر وكلام آخر؟ نتابع ونترقب أعزائي المشاهدين. هذه الكرة الثابتة تنفذ الكرة بشكل جيد. هنا لعب الكرة من جديد وهدف ولا أروع من اللاعب أحمد براوي. إذا براوي يحرز الهدف الثالث. إذا ممتاز جدا اللاعب محمد براوي. هنا محمود علي يستعد لتنفيذ الركنية، يلعب الركنية بشكل جيد، محاولة ولكن محاولة طيبة. هدف فريق التعاون جاء عن طريق ركلة الجزاء. هنا فرصة خطيرة خطيرة، هذه الفرصة خطيرة، هذه الفرصة خطيرة. براوي يا سلام. إذا محمد براوي يحرز الهدف الثاني.
كنت أتحدث عن محمد براوي. إذا هدفين للعبة محمد براوي. هنا محاولة جديدة، محاولة لطيب يلعب الكرة عرضية، من يقابل هناك في الجهة اليسرى، محاولة جديدة لفريق التعاون، كرة ثابتة، لاعب الكرة داخل منطقة الجزاء، ولعب الكرة محاولة جديدة، لعب الكرة من جديد، عادت إلى لعب الكرة، ولكن ماذا يقول الحكم؟ أعتقد أن الكرة خرجت، ماذا يقول بالفعل؟ كما أشار المساعد الثاني مع أحمد عوينة. إذا نتمنى هنا الشامخ، يحاول الشامخ وهدف للشامخ القذافي. إذا هدف في الدقائق الأخيرة، الشامخ القذافي يحرز الهدف الثاني لمصلحة فريق التعاون. إذا هدف كان وسط بخطة دفاعية لفريق التحدي. إذا النتيجة 4-2 تحدي، وهنا خطأ لمصلحة فريق التعاون في هذه اللحظات. إذا كما قلت فريق التحدي بنتيجة هذه المباراة ضمن البقاء. وفي هذه الآونة أعزائي المشاهدين متابعي قناة ليبيا الرياضية، هنا الحكم محمد الزروق يعلن انتهاء هذه